والآن نواصل الفيديو رقم 2 في جزئه الثاني الذي انقطع لأسباب خارج نطاق السيطرة، بحيث أن الجنرال حسان والعقيد ناصر الجن والرائد معاذ كانوا يقومون بتزويد المجموعات الإرهابية التي كانت تختنق وتحتضر تحت ضربات الجيش بالسلاح ليمدوها في عمرها ليوظفونها في ضربات كلما استدعت الضرورة للزيادة في نفوذ الجنرال توفيق. وفي محور آخر نتكلم هذه اللحظات عن الجنرال جبار مهنا، بحيث كان المدير المركزي لأمن الجيش، فكان يجند جنرالات الجيش وكبار إطاراته ويبتزهم عن طريق التنصت عليهم على هواتفهم وهواتف عائلاتهم، وعند ملاحظة أي شبهة ضد الإطارات مثل الفساد المالي أو علاقات مشبوهة أو علاقات مع النساء خارج العلاقة الزوجية، يقوم جبار بكتابة هذه الشبهة الملاحظة على شكل رسائل مجهولة وجهت إلى جبار للتبريغ عن شبهات ضد إطارات. بدوره يقوم جبار باستدعاء هذا الإطار محل الشبهة والرسالة المجهولة ويخبره بفحوى الرسالة ويقول له لا تقلق، وبأنه لا يخبر عنه قيادة الجيش أو الفريق قايد صالح، ويمزق الرسالة المجهولة أمامه. وبهذه الطريقة جند معظم إطارات وجنرالات الجيش بمثل هذه الابتزازات، بحيث أنه يصبح ولاؤهم للجنرال جبار لأنه لم يبلغ عنهم. على سبيل الأمثلة، وقعت هناك عدة حوادث وتم التستر عنها بسبب ولاء الإطارات لجبار على حساب قائد الأركان. مثلا حيث وضع حادث لطائرة الطيران البحري التابعة للقوات البحرية على مستوى البوليدة، حيث وقع حادث طفيف على مستوى ساق الطائرة، عندها أخبر الجنرال جبار اللواء نسيب آنذاك بأن لا يقلق ولا يكتب تقرير لقايد صالح. في حينها رفع الجنرال جبار تقرير للجنرال توفيق الذي بدوره رفع تقرير لرئيس الجمهورية عن الحادث، بأن هناك إهمال في الوسائل الكبرى للجيش وتسيب في استعمال العتاد الحساس، ورسل رئيس الجمهورية الفريق قايد صالح وأخبره بالمعلومة. كان رد الفريق قايد صالح بأنه استدعى اللواء نسيب الذي وبخه على عدم إبلاغه، وأخبره بأنه مجند لصالح الجنرال جبار، وأن جبار قام بإبلاغ التوفيق والتوفيق قام بإبلاغ رئيس الجمهورية عن الحادث، في حين أن النسيب يتستر على الحادث. وعندها أعاد الفريق قايد صالح مراسلة رئيس الجمهورية عن الحادثة وأخبره بأن الجنرال جبار يبتز جنرالات الجيش، وأنه من المستحيل أن تكون مديرية أمن الجيش تابعة لجهاز آخر وتحدث حوادث في الجيش ولا يعلم بها قائد الجيش، في حين أن التوفيق يتاجر بأزمات الجيش. وهناك حادثة أخرى حدثت على مستوى الرغاية، بحيث وقع حادث لشاحنة منظومة الدفاع الجوي أستروسون، حيث اصطدمت الشاحنة بعمود. عندها لجأ جبار إلى نفس الطريقة، حيث أخبر اللواء عمران عمار بأن لا يقلق ولا يخبر رئيس الأركان وسيتم التستر على القضية، في حين أن جبار راسل الجنرال توفيق، وبالتوفيق بدوره راسل رئيس الجمهورية وأخبره بأن منظومة أستروسون تعرضت لحادث ولم يتم تبليغه من القايد صالح. وبنفس الطريقة استدعى الفريق قايد صالح اللواء عمار عمراني، حيث وبخه على عدم تبليغه وعاد مراسلة رئيس الجمهورية وأخبره بأن جبار هو الذي تلاعب باللواء عمران عمار، وطالبه بأن ترجع مديرية أمن الجيش إلى صلاحيات رئيس الأركان، وأصدر تعليمات عامة لعدم تكرار مثل هذه الحوادث، وأن تبلغ القيادة عن أي حادث مهما كان لكي لا يتم استغلاله من طرف مديرية المخابرات. وهناك حادثة خطيرة أخرى قام بها اللواء جبار مهنا عبر سهره زوج ابنته برتبة رائد كان مسؤول عن برج المراقبة للطيران بوهران الناحية العسكرية الثانية، وفي طيران ليلي لطائرتي ميغ 29. وكان سهر جبار هو المسؤول عن سقوط الطائرتين للمطاردة من نوع ميغ 29، لأنه لم يعطي الإحداثيات اللازمة للطيارين مما أدى إلى الاصطدام وسقوط الطائرتين واستشهاد الطيارين، وبتواطؤ فئة التحقيق من كل من اللواء الوناس عبد القادر قائد القوات الجوية واللواء بي سعيد آنذاك
واللواء عمار عمراني قائد الدفاع الجوي عن الإقليم، حيث تم تزوير التحقيق وإلساق التهمة برقيبين أولين، وتم نزع اسم صهر جبار مهنا من التحقيق. والهدف من هذه العملية هو ضرب سمعة السلاح الروسي آنذاك حوالي ربما سنة 2012، ولزعزعة الفريق القائد صالح وصورته أمام رئيس الجمهورية آنذاك، بحيث حتى الفريق قائد صالح لم يعلم بهذه الملابسات وبنزع اسم صهر جبار مهنا من بعملية طواطئ. وتمت عملية الطواطئ لأن اللواء الوناس وباي سعيد هم من نفس منطقة اللواء جبار مهنا، أما اللواء عمار عمراني فتواطأ مع جبار مهنا لأنه كان سنة 1991 منتمي إلى الجماعات الإرهابية والتيار الإسلامي حاملا لفكره وعلى اتصال بالجماعات الإسلامية، وتم التستر عليه من قبل جبار مهنا في هذه القضية مع إدخاله السجن لمدة شهر آنذاك. ومنذ ذلك الوقت وهو عميل لجهاز الدياراس ويظهر ولاء كاذب لقيادة الجيش. ومن المفضل إعادة فتح تحقيق في سقوط الطائرتين أو إيداع شكوى من طرف أهالي الضحايا من الطيارين أو الاتصال بالرقيبين الأولين ضحايا التدليس لكشف هذه الحقيقة التي لا تتقادم مع الزمن، جريمة قتل مدبرة، أو الاتصال بأعضاء لجنة التحقيق وأمرهم بنزع اسم صهر جبار مهنا المسؤول على برج المراقبة آنذاك. وتم إعلامي بهذا التقرير سنة 2019 قبيل وفاة الفريق قايد صالح أثناء فترة الانتخابات، وكان من المقرر أن أبلغه بعد الانتخابات لكن الأجل سبق وتوفى المرحوم قايد صالح. لقد كان الفريق توفير عبر أذرعه الأمنية اللواء جبار وحسان، وعبر أذرعه السياسية ويحيى وسلال وغيرهم، وذراعه المالي أسعد ربراب وحداد وغيرهم، وكلهم من منطقة القبائل، بحيث أن ربراب كان مجرد محاسب بسيط فحوله التوفيق إلى أغنى رجل في الجزائر، وهو شريك التوفيق ماليا بحيث كان يسهل له عمليات الاستيراد، وهو من تركه يحترق كير الزيت والسكر ويجعل الجزائريين رهائن عنده. وكان التوفيق يتدخل لصالح ربراب لكي لا يقوم بتسديد الضرائب وشراء مؤسسات الدولة العمومية بالدينار الرمزي والاستفادة من كل القروض الضخمة وتهريب الأموال إلى الخارج عبر تضخيم الفواتير للمادة الأولية للزيت والسكر وإنشاء شركة بسيطة لسهره في سويسرا والقيام بالعمليات الثلاثية، بحيث يشتري سهره المادة الأولية من الوحدة الأم أو المصنع المنتج، ويتم شراء هذه المواد الأولية عبر شركة سهره في سويسرا، ثم تضخم أسعار هذه المادة الأولية ويشتريها ربراب من عند سهره، ويبقى الفارق في سويسرا، وهو ما كون به ثروة مالية تقدر بحوالي 5 ملايير دولار، وقام باستثمار هذه الثروة الضخمة عبر إنشاء مصانع في البرازيل وفرنسا وعدة دول أجنبية، وكلها من أموال التضخيم في الفواتير. وإلا فما على ربراب إلا أن يخبرنا من أين ورث هذه الأموال الضخمة أو كيف حولها من الجزائر إلى الخارج، وما هي الطريقة القانونية لنقل هذه الأموال، بحيث أنه لا يوجد أي قانون في الجزائر لإخراج العملة الصعبة من الجزائر إلا عن طريق الاستيراد. أما نصيب الجنرال توفيق من شراكته مع ربراب فيتركها في فرنسا لصالح ابنة التوفيق التي تعيش في مدينة نيس، وهي في حالة ذهاب وإياب أسبوعي صعودا ونزولا بين الجزائر وباريس. وعبر أذرعه الإعلامية كان الجنرال توفيق يسيطر على الإعلام عبر العقيد فوزي بمنح الإشهار للصحف عبر وكالة آناب، وكانت وسائل الإعلام كلها تحت سيطرته مقابل استفادتها من الريع من الأناب. وكان الكورونال فوزي من مدينة مستغاليم وضعه على رأس جهاز الإعلام للدياراس لكي لا يظهر لبوتفليقة بأنه جهوي، ومن جهة أخرى ليتقرب به إلى بوتفليقة لأن العقيد فوزي من ولاية مستغانم، وفي حال ظهور أي تقارير صحفية ضد حكم بوتفليقة فإنه لا ينتقم من الكورونال فوزي لأنه ابن منطقته. بعد فشل جهاز المخابرات في مكافحة الإرهاب وانكشاف بعض الحقائق للرئيس بوتفليقة آنذاك، قام الفريق أحمد قايد صالح بافتكاك الملف
وإحداث لجنة هيئة الأركان العملياتية أو ما يسمى بالسيمو، التي تتكون من الفريق قايد صالح كرئيس، وأعضاء يتمثلون في الفريق توفيق وقائد الدرك وقائد الشرطة ومدير الأمن الداخلي ورئيس دائرة الاستعمار والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي. وبوضع هذه الهيئة توحد جهد مكافحة الإرهاب بنظرة استراتيجية جديدة وشاملة. وكانت الاجتماعات دورية كل شهر لإعادة تحيين الخطط وسد الثغرات وتحديد المسؤوليات، وكانت خطة ناجعة لتوحيد المجهودات. وفي حادثة أخرى في سنة 2008-2009 قام الجنرال توفيق بفتح تحقيق في قضية سوناتراك وسايبام الإيطالية، وكان الهدف والخلفية هي التأثير وعرقلة إعادة انتخاب بوتفليقة بعد تعديله للدستور وفتح العهودات سنة 2009، وتم تداول اسم شكيب خليل لأنه صديق بوتفليقة وابن منطقته، وكان شكيب خليل لا يعير أي اهتمام للتوفيق، وكان التوفيق يريد ترشيح يحيى في حالة عدم ترشح بوتفليقة. ساند الفريق أحمد قايد صالح سنة 2009 بوتفليقة، إذ أنه يرى إعادة انتخاب بوتفليقة أفضل من يحيى الذي سيكون دمية في يد التوفيق. أما في أحداث 2011 فترة الربيع العربي، قام الجنرال توفيق بتدبير مؤامرة ضد الحكم، حيث استغل أحداث الربيع العربي وأمر يحيى باستصدار تعليمة تفيد بأنه ممنوع التعامل نقدا بأكثر من 50 مليون سنتيم، وأمر رباب بأن لا يبيع تجار الجملة للزيت والسكر إلا بواسطة شيكات تطبيقا للتعليمة. ولما ذهب تجار الجملة من باب الواد خاصة، لم يقبل رباب منهم الأموال نقدا لمدة حوالي 15 يوم، فصارت ندرة للزيت والسكر، فانتفض الشعب في أحداث 2011. وكان مدير المؤامرة هو التوفيق ويحيى، والهدف هو إزاحة بوتفليقة على غرار حسني مبارك في مصر وبن علي بن علي في تونس. لكن بوتفليقة قام بشراء السلم الاجتماعي عبر إطلاق مشروع أونساج للشباب. وفي أعقاب أحداث الزيت والسكر، قام الفريق قايد صالح بإرسال تقرير لبوتفليقة مفاده بأن يتم تقسيم استيراد الزيت والسكر على 10 متعاملين لتفادي الاحتكار وحادثة مماثلة. وفي حادثة أخرى، كان الرئيس بوتفليقة على علاقة جيدة باللواء إسماعيل العماري مدير الأمن الداخلي آنذاك، وكان مرشح من قبل بوتفليقة لخلافة التوفيق. وبعد فترة توفي الجنرال إسماعيل، قام الرئيس بوتفليقة بتقديم واجب العزاء إلى منزل الجنرال إسماعيل، وكان شاكا في موته وبأن التوفيق تخلص منه لكي يحافظ على منصبه. وفي حادثة أخرى، وهي حادثة تيغن تورين التي كشفت المستور وغيرت مجرى الأحداث، في 13 جون في سنة 2013 على حوالي 5 صباحا، قامت مجموعة إرهابية متكونة من 32 إرهابي بالدخول إلى قاعدة الحياة ومصفاة تيغن تورين. تم إخطاري من طرف مدير الخفارة بمركز عمليات الدفاع بدوري أخبرت الفريق أحمد قايد صالح عبر الهاتف على 5 صباحا، والتحقنا بالمكتف. وبعد معرفة إحداثيات الموقع عن طريق الخريطة ومعرفة الوحدات القريبة من الموقع، كانت أقرب وحدة هي كتيبة 41 آنذاك بقيادة العقيد زغيمي. اتصلت به وربطت الاتصال مع قائد الأركان الذي أمره بتطويق المكان في انتظار بعث تعزيزات من القوات الخاصة. بعدها قام الفريق قايد صالح بإرسال فوج 104 للمناورات العملياتية عبر طائرة من بوفريك إلى عين ميناس، وبإرسال تعزيزات من القوات الخاصة خاصة من مدرسة بسكرة وقوات أخرى. ومع حوالي منتصف النهار تم تطويق المكان بقوة هائلة وطائرات الهليكوبتر. قمت على إثرها بالاتصال بوزارة الطاقة لإعطاء خارطة ومخطط المنشأة الغازية وقاعدة الحياة من الداخل لوضع خطة للاقتحام. لحد الساعة كل شيء على ما يرام، لكن فجأة ظهر بأن الجنرال حسان والعقيد ناصر الجن والرائد معاذ متواجدون بالمكان. السؤال: ماذا كانوا يفعلون؟ وما هي علاقة الهجوم الإرهابي بتواجد الجنرال حسان وناصر الجن ومعاذ في عين المكان؟ بلغ رئيس الأركان رئيس الجمهورية عن الحادثة وبأن الأمور متحكم فيها. على إثرها قام الفريق توفيق بالاتصال بالرئيس وطلب منه المشاركة في العملية. بعدها قام رئيس الجمهورية بالاتصال بالفريق قايد صالح وطلب منه التعاون مع الفريق توفيق في العملية، فعبر الفريق قايد صالح عن رفضه مشاركة التوفيق وضباطه في العملية.
وبأن مهمتهم هي تقديم الاستعلامات عن تحرك الإرهابيين، وبأنهم لم يقدموا أي معلومات، وأخبره عن وجود الجنرال حسان في المنطقة، وبأنه طرده من المكان لوجود شكوك عن سبب وجوده في المنطقة في نفس وقت الهجوم. وتم إرجاع الجنرال حسان بطائرة عسكرية، وبعدها بقي الجنرال توفيق يحاول المشاركة ولكن بدون جدوى. وضع الفريق قايد صالح خطة محكمة لشل تحركات الإرهابيين الذين كانوا منقسمين بين قاعدة الحياة والمصفات. وفي اليوم الثالث للعملية تم تنفيذ الخطة وبدأ الهجوم على الساعة 6 صباحا لشل محاولة اجتماع الإرهابيين الذين كانوا ينقسمون إلى فريقين. تم متابعة الهجوم بمتابعة شخصية من رئيس الأركان دقيقة بدقيقة لمدة 5 أيام متوالية. وكانت النتيجة كما تعرفون القضاء على 29 إرهابي وإلقاء القبض على 3 أحياء. وفي العملية لم يتم استشهاد ولا عسكري، وكانت العملية ناجحة بكل المقاييس، وكان النجاح باهرا باعتراف العدو قبل الصديق، وتعتبر ضربة قاسية للتوفيق لعدم استطاعة جهازه على تقديم معلومات مسبقة عن عمليات كهذه. بعدها وضع الفريق قايد صالح قانون بعدم تحرك ضباط الدياراس خارج الناحية إلا بعلم قائد الأركان وسبب التحرك ونوعية العملية لضبط التلاعبات في ملف مكافحة الإرهاب. وعلى إثر عملية تيغون تورين وضعت خطة شاملة لإعادة انتشار القوات في الصحراء، حيث أنشئت 4 قطاعات عملياتية وبناء وحدات على طول الشريط الحدودي، حفر الآبار وإنشاء وحدات لتوفير الأمن والاستقرار عبر كامل الشريط الحدودي بخطة محكمة ومدروسة، وبناء مدارج للطائرات على كل 100 كيلومتر لتسهيل نقل القوات عند ضرورة، وإنشاء خندق على طول الحدود والتغطية بالكاميرات على الحدود، وتجهيز الجيش بأجهزة نوعية في الجنوب، ووضع تشكيل خاص من الجيش لحماية مراكز الطاقة عن بعد. وكانت هذه المهمة مسبقا تابعة لجهاز المخابرات، وفشلوا في مهمتهم في توفير المعلومات والهدف من تيغون تورين. ولمن خططوا لهذه العملية هو عزل الفريق قايد صالح، مثل ما جرى مع الفريق محمد العماري لسيطرة التوفيق على جميع مفاصل الدولة. وبعد فترة وجيزة مرض الرئيس بوتفليقة، استغل الفريق توفيق مرض الرئيس لتحريك المادة 88 آنذاك والمطالبة بتطبيقها، وكان يريد استخلافه بأويحيا أو سلال. وفي هذه الفترة تدخل الفريق قايد صالح وفرض نفسه، وأخبره بأنه يرفض أي تحرك سياسي في البلاد بدونه أو أي مناورة أو تلاعب، وبأنه سيفشل جميع المناورات إذا ادعت الضرورة والحاجة. فخاف الفريق توفيق وتراجع، لأن الرئيس الذي كان يوفر له الحماية من الفريق قايد صالح غير موجود، ولأن القوة العسكرية بيد قايد صالح. إذ أنه بعد عودة الرئيس بوتفليقة بعد 88 يوم من العلاج تأكد من أن توفيق يريد إزاحته، فقام بترقية الفريق قايد صالح إلى نائب وزير للدفاع الوطني، وتمت إزاحة جنيزية الذي كان يمثل دمية في يد توفيق. بعدها تم وضع مخطط جديد يهدف إلى إعادة هيكلة دائرة الاستعلام والأمن التي حادت عن مهامها وأصبحت تمارس الابتزاز السياسي وصناعة الرؤساء وتوظيف ملف مكافحة الإرهاب لزيادة سيطرتها وهيمنتها، إلا مهام الاستعلام والأمن التي كانت بعيدة عنها كل البعد. قام الفريق قايد صالح على إثرها باسترجاع مديرية أمن الجيش ومديرية الإيصال والإعلام والتوجيه إلى سلطة رئيس الأركان، وتم عزل ضباط الدياراس من ملف مكافحة الإرهاب، وتم طي ملف التجاوزات التي كانوا يرتكبونها. وفي هذه الفترة سيطر الفريق قايد صالح على ملف مكافحة الإرهاب 100%، حيث بدأت خطة واستراتيجية شاملة للقضاء وتحييد الإرهابيين التي بدأت مع نهاية 2013 وأتت بنتائج باهرة، حيث تم القضاء على جل الإرهابيين في حوالي سنة 2017-2018، حيث تم استتباب الأمن في جميع ربوع الوطن. وكان الإرهابيين في فترة 2013-2015 يتحركون عشوائيا بدون توجيه من حسان أو جبار أو معاذ أو ناصر الجن، وهو ما كان يسقط الإرهابيين في كمائن الجيش.
وكان الجنرال حسان ومعاذ وناصر الجن يمثلون لعبة خائن الدار. وكان ملف مكافحة الإرهاب من سنة 2013 يتم بكل شفافية عكس الضبابية التي فرضها التوفيق على الملف، وخرجت الجزائر من نفق لا استقرار. وبدأ الجنرال توفيق يضعف شيئا فشيئا حتى انتهى إلى إحالة.